ايه سر تميز تنس طاوله النادي الاهلي؟ لان طبعا الحكايه بسم الله ما شاء الله ملفته للانظار، يعني اي بطوله بيدخل فيها لاعب او لاعبه من تنس الطاوله في النادي الاهلي دايما بيخرجوا منها مجبورين الخاطر ومحملين بدروع وكؤوس وميداليات الى اخره، اكيد في سر وراء هذا الامر. والله يعني مجهود، يعني هو طبعا اللي ما فيش حد بيبذل مجهود ويتعب الا لما ربنا بيديله على قد مجهوده وعلى قد تعبه. فاحنا فرقه تنس طاوله تقريبا بتتمرن حوالي 340 يوم في السنه، يعني احنا اليوم الجمعه بس الوحيد اللي ما بنتمرنوش، فاحنا بنتمرن على طول في الصيف، بنتمرن صبح وبعد الظهر، احنا بنبذل مجهود جامد في التمرين واللعيبه بتبذل مجهود جامد في التمرين، عشان كده ربنا بيكرمنا وبنعمل نتائج حلوه الحمد لله يا رب دايما ربنا. طيب لو رحنا برضو ليه فكره هنا يعني الاعداد والاستعداد قبل اي بطوله، يعني ده استكمالا لنقطه كريم، برضو انتوا عاملين جداول ازاي؟ استعداداتنا بتبقى عامله ازاي؟ يمكن ده برضو اللي بيخلينا نبص لقدام احنا رايحين لفين مع النادي الاهلي في هذه الرياضه تحديدا. لو هنبص للمستقبل اللي هو هيبقى الناشئين بتوعنا. كويس. احنا عندنا قاعده ناشئين كبيره جدا الحمد لله، هي اللي بتفرخ للفريق الاول. وطبعا مع استمرار الفرق الكبيره ان هي تحقق نتائج وتتمرن وتبذل مجهود وتعمل نتائج حلوه في كل بطوله بتشارك فيها الحمد لله.